بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن سنزور بفضل الله تعالى وبركاته من لدن بعض آيات من سورة طه عليه السلام. يقول مولانا في شأن السامري: قل ربي فرجع، لا صح، قال 85، قال فإن قد فتنا قومك. الله يخبر كلمة موسى عليه السلام، قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وأضلهم السامري، وأضلهم السامري، يعني اللي أكثر شيتنا هو اللي يتأثر على بني إسرائيل. يعني السامري يجب يكون منهم، يجب يكون من جنس آخر ولا من قبيلة أخرى. على كل حال بنو إسرائيل، وين يجي قادر على فهمه هاي ملايين تزيد ضلالة إلا ويفعلها. من هم هذوما؟ يا ناس مانيبولي مانيبولابل، يعني الناس اللي تو قاعد تتبع فيهم وتتبع معاهم ناسين اللي هذوما مانيبولابل، هما بذاتهم يشغلوا مانيبولاتور. يعني سامري جاء وعدى عليهم، والآن الكلب نتنياهو اللي جاو خلفاء له نفس الشيء، مانيبولاتور اي مانيبولي، يعني فما شكون يلعب لهم اللعب هو ابليس، ومانيبولي هما يعني ما همش يحكموا بارواحهم، ومانيبولاتور بيرفرانسيك يحكموا في من يجب يسيطروا عليهم. قدر عنا احنا الانسان اللي يلعب غيره يكون عارف اللي غيره قابل يلعب بيه على 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 ما عرفت عنه من ضعف الشخصية. وعن عن الكرب لا الظالمين ما لم يرجع إلى الرب، وما لبي ما لبي بار لستني سيونيس. نعود إن شاء الله تعالى.